أهلا وسهلا ومرحبا أصدقاء أخوة، إيوا أتمنى تكونوا بخير وعلى خير أترافيغ لو موند. توجور ألاين لو بروبليم ديالنا في التعاليق في السبان والمعيور. واحد السؤال بغيت نسول هنايا الناس اللي مهتمين بهاد المواضيع، علاش لي زالجيريان اي تعليق كيسبوا كيدخلوا بالسبان؟ هادشي ما بغيتش نفهمو انايا، بغيت نعرف علاش. انا كنعرف العقليه ديالهم وكلشي. وتاني حاجه كتلقاهم بجميع المواقع، حتى المواقع اللي ما عندهم حتى علاقه بين اللي ما كيجبدوش الجزائر كتلقاهم. وإلا لقيتي شي لبناني ولا شي مصري ولا شي تونسي ولا شي سوري ولا فرنسي ولا امريكان كيهضر على المغرب كيسبوه. انا اللي لاحظتو وكنقول لكم الانجاز العظيم اللي دارته الجزائر، سي بريسك ميراكل، هي الا ريسي ا ترانسفورمي ولا ا فورماتي توت ان بوبل. ريسي ا فورماتي توت ان بوبل، زعما حتى دولة ما استطعت، حتى مام لي زالمون يامات هتلر ولا لي شينوا يامات ماو تسي تونغ ولا لي سوفييت يامات لينين وستالين وغوركي ويامات هادو لي كرون ليتيرار ولي كرون يامات كارل ماركس ويامات ديال بريجنيف كاع، حتى دولة ما استطعت تفورماتي الشعب ديالها لهاد الدرجة اللي شفنا هاد الشعب ديال الدولة الجارة فورماتي. وهاد الشعب اللي فورماتي كيقولنا نتوما فورماتين والمخزن غسل ليكم دماغكم، سبحان الله العظيم. زعما اي حاجه عندهم كتولي حنا اللي عندنا، هذيك الحاجه اللي زوينه عندنا راها ديالهم واللي خايبه عندهم راها ديالنا، الاخفاقات ديالهم راهم ديالنا والنجاحات ديالنا راها ديالهم، فهمتي؟ العقبات والعراقيل وكل شيء اللي دايرينهم، اللي دايرينهم دايرينهم لينا، حنا اللي دايرينهم ليهم، فهمتي؟ الا هجم عليهم الجراد حنا اللي زفتناه، الا مشاو القرودة حرقوا لهم الغابات راه حنا اللي زفتناهم، الا الشتا ما طاحتش ليهم حنا اللي زفتنا القنابل المسيله للدموع، لا ماشي للدموع، اللي مسيله للامطار. بغيت نعرف هاد الى اي مدى جسكا كل بوين لي زالجيريان سون دوفوني روبوتيزي. روبوتيزي كيدخل لعب جزائري دابا كان معك فرونسي ان تري بون ستيل قاري واعي، ولكن لو كونتوني ديالو ديال ان روبو، كيقول لك بواس اليدين ولا يقول لك سير شوف لو بالي رويال ولا يشوف لك. حنا راه قلنا لهم خمسه ديالكم او سته راه حنا عرفناهم، سبتهم ليليا الحشيش الصهيين والتطبيع حرب الرمال وتقرير المصير والسياحة الجنسية. المشاكل ديالكم راه ماشي حنا اللي درناها، المشاكل ديال الجزائر ماشي حنا اللي درناها، والمشاكل ديالنا حنا الجزائر اللي دارتها. هذا هو دابا، ولكن ما غادي تدخل لكم راسكم، ما غاديش تدخل الجزائريين راسهم كيقول لك شحال واحد كيدخل كيسبني كيقول لك كل واحد اش كيقول. على باليش لان انا كبرت في الجيري ونعرف الجيري، في الجيري اي واحد عنده لقب، في الجيري حتى واحد ما كيعيطوا ليه بسميتو، هذه معروفه في الجزائر، ما كاش بحالنا حنا كل واحد عنده سميه ديالو، كل واحد دار ليه لقب، بونيف بوراس بوخريا بوكعبوش بوخنونه بوريوك بو كل واحد داير ليه سميه، كحلوش نيغرو زعطوط بوعنق بورقبه، هادو القاب ديال الجزائريين عاديين كيسميو بعضياتهم، ولد الزانيه ولد هادشي عادي. انا عشت معاهم عرفتهم هكذا، ما كاينش لو ريسبي بيناتهم، عاد بغيتي ريسبكتي واحد اخر.
دابا حتى انه وصلوا انهم كيعتبروهما اكثر من المهدي المنتظر ربما، او كانهم اعلى من لا لا. كتهضر معاك كيقول لك حنا ماشي بواسل الدين، معليش حنا نبوسوا الدين، وحنا نو سوم ان بوبل فيير، ونو سوم ان بوبل. انا كنشوف لا فيغتي فينا، هي هاد لا فيغتي اللي دوله ما كتنتج والو، اللي هاد الشعب ما كينتج والو، ينو برودوي ريان. فينا هي هاد لا فيغتي ابخي 60 ans d'indépendance؟ كيل لو بروغرام ايكونوميك ولا سوسيو ايكونوميك ولا ريسي اون الجيري؟ ان سول بروغرام. يافي دي بروغرام ديال مخربه الاخر اللي سد البلاد، ديال الثوره الزراعيه والثوره الصناعيه، ومن الشعب الى الشعب. فينا هي الزراعيه وفينا هي الصناعيه وفينا هي الشعب، من الشعب من الشعب الى الشعب. وريو لي ان بروغرام ريسي، وريو لي لي بروميس دو بوتفليقه. جو سي كيز اون رامني لي شينوا، ويز اون كونستروي دي زابارتمون باش يعطيهم الناس. علاش كيرشيو الشعب ديالهم؟ كيعطيو ليه لي ميات بور مونجي لا غروند بار اي لو باتيسري افيك لا كويير ترانكيلمون. هادشي كنعرفو حنايا، ماشي كلشي عطاو ليه، ولكن كيعطيو ان بارتي بور فيغ تاغ توت تونتاتيف دو تروبل. رشوة، شعب مرتشي، شعب إلي مرتشي. كيلز سون لي كرياسيون اي لي رياليزاسيون ا نابورت كيل نيفو؟ ما هم انجازات او اختراقات او ابتكارات في زائر في اي مستوى؟ ها كنجاوبو مع المعيور اللي كيعيرونا جو سوي دون لا ليجيتيميتي دو ريبوند. جو سي كو جو في غاسافواغ دي زانسيت، انا عارف غادي نتسبو غادي نتعاير، كيعيرو لكم موك ومرتك وبولادك وكلشي، ما عندهمش ومالغري كو باللغه العربيه زعما راه مثقفين، وتلقاه دكتور تلقاه انجينيور تلقاه، ولكن دماغه يتحكم فيه مول البرود كان. عندكم برود كان وطع عفس ليه على لو سيرفو ديالو، ما يخليهش رياجي كوم اتر هومان بور اناليزي بور ارغيمونتي ان توت سيفيليتي كوم ان سيتويان سيفيليزي، متحضر متمدن، يجاوبك ويتفاهم معاك بالتي هي احسن. عمرهم قالوا عمرهم فكروا باللي ان المغرب عمر هاجمهم، كيدوا على 63 وما بغاوش يحيدوها، ولكن من 63 لهنا واش عمر المغرب هاجم الجزائر؟ ها جامي دو لافي، جامي دو لافي. وهذا دابا اللي رديتو اننا حنا الملك طلب تحل الحدود باش ندخلوا عندكم، ورحنا او بور دو لا كريز، والقصر غادي يري، وهذيك الخيال اللي كتعطيو لكم دوك المجلات ديال الكابرانات، لان الصحف ولي سيت وكلهم كلهم ديال العسكر، كلهم ديال العسكر. واللي دار شي سيت ديالو الا ما خدمش في الاتجاه اللي باغي العسكر غادي يكرازيوه ويكرازيو ليه. جوبودي كل الجزائري عنده برود كان فوق المخ ديالو، داخل في المخ ديالو برود كان واقعي ليه. هما كيقولوا حنا نبوسوا اليدين، حنا كنبوسوا اليدين، هما عندهم برود كان يحبسهم يفكروا، يحسبهم يحبسهم يجاوبوا، ضربه ليهم حتى العظم الجنويه، وكيشوفوا فينا حنا كيقولوا نتوما ونتوما ونتوما. وانا عارف باللي في الخطاب الملكي وقبل الخطاب الملكي كنت كنقول لكم عمر الجزائر تقبل الحدود تحل. حنا اوني با بور لوفيرتيغ دي فرونتيغ. علاش؟ باسكو غادي تكريو دي تخوب، غادي تكريو بزاف ديال المشاكل في الجزائر، والجزائر غادي تنسبهم لينا حنا. يقول لك المغاربه هما اللي داروا، هما راه قبضوا غير قباص مسكين ما عرفش فين يمشي، دخلوا ليه قال لك هو اللي محرك الحراك، قال لك المغربي دايز قال لك هو اللي حرق الغابه، قرض كان يدور تما قال لك مغربي عنده باسبور، قرض قال لك قرض مغربي عنده باسبور ماروكان، فهمتي؟ ولينا نزيفطو القروده ونزيفطو الجراد ونزيفطو، اذا راه عندنا البوفوار باش هاري بوتر سميتو هذاك ولا جولد رينج. دونك حنا هادشي ما غاديش يحبس. علاش ما غاديش يحبس؟ لان لا كلاس انتيليكتويال الجيريان بونس كوم سا. هذا هو لو غران دونجي ديال الجيري. L'Algérie est au bord du gouffre. Parce qu'elle ne produit rien. Qu'elle jette le pétrole, qu'elle jette le gaz ou qu'elle bio. À part ça, elle ne fait rien. Il n'y a rien. Il n'y a que des petits bricolages. De petits bricolages par-ci, par-là. Mais ce qui est basé, la base essentielle du PIB et des produits intérieurs bruts, c'est le pétrole ou le gaz. Le pétrole ou le gaz, كل دولة في أوروبا عندها نصيب، ألمانيا عندها نصيب، إسبانيا عندها نصيب، وفرنسا عندها نصيب الأسد. بلا ما نهضرو عند روسيا، لأن كاين كونفونسيون أنت لا روسي، تو لارمومون سي روس، تو لارمومون سي لو أساس،
L'URSS s'est installé en Algérie comme un roi dès l'indépendance de l'Algérie. Toutes les bases algériennes sont occupées par les Russes et les suppléants les seconds les Russes, au moins les Bulgares, les Roumains, et aujourd'hui c'est surtout les Bulgares. D'abord, les Iraniens, au moins les suppléants et les seconds les Russes. دونك هادشي كنقولوا فيه راه واقعي، ماشي حنا راه ما كنسبوا ما نعيروا، حنا عارفين كنسبوا كنتهانوا كنتعيروا، ولكن ما كنديوش عليهم، لأن الناس باقيين قاصرين ذهنيا، البرود كان فوق لو سيرفو، وزيد عليها كاينه الوصاية الفرنسية، الوصاية الفرنسية هي اللي كتحرص على أن الجزائر تبقى في هاد الوضعية، وتبرزيت المغرب، لأن المغرب كان متنبئ ليه لي فرونسي أنه غيدير إقلاع وغادي ينافس فرنسا، وحاليا هادشي اللي راه واقع. المغرب اللي اون تران دو كونكورونسي لوروب دونك وعطيتكم لي شيفر شحال من مره لو طو دو كرواسونس ماروكان في هذا ابري كورونا اللي بانت القوه ديال المغرب بيان سيغ لا بانديمي ما نتمنوها حتى شي بلاد كورونا ما نتمنوها حتى شي بلاد وما تشفاوش الجزائري اللي كيموتوا بكورونا كيموتوا ماشي بالمئات كيموتوا بالالاف وكاين التعتيم عندي لا فامي تماك غير في درب واحد كيموتوا 11 12 درب واحد درب كتجيني لي نوفيل طاطاف ما نبغيش نعطيه لا خاطر غادي يمشيو ليهم يشدوهم كيجوني دي نوفال كيموتوا بال11 بال10 14 20 في لوبيتال كيموتوا والتعتيم بارتو ودايور وزير الصحه راه قال لهم حنا ما كنعطيوكمش الارقام الحقيقيه يلا سير عاود مخك اذا انا كنقول لكم ليكسبلوا دو لالجيري سي دافوار ريوسي ا فورماتي لو بوبل الجيريان هل البوبل الجيريان اللي ولا يهضر لك خصنا نطلبوا الاعتذار من يوغورطه نطلبوا مشيو ما فين مدفون بعدا يوغورطه نطلبوا منه الاعتذار هذا اللي كيقول طلب الاعتذار من 94 وهما كيعرفوا ديزاد اللي دار امير اللي دار لامراني والربعه ديالو اللي داروا لا طونطا ديال اطلس اسني ما اعترفوا مولا يعترف في المحكمه قال لهم انا اللي درت العمليه واعترف بها نزار الكولونيل نزار وتجي اليوم تقول لي نطلب لك الاعتذار باسكو اون امبوزي لو فيزا سير عند لا فرونس طلب لها تطلب منك الاعتذار اللي كتقول جوج المليون ونص ولا مليون ونص اللي ماتوا لك طلب منها الاعتذار ولا الاعتذار وقول لها وطلب منها الاعتذار اللي دارت لك التجارب النوويه في الجنوب الجزائري ولا قولها تعطيك ترجع لك غير 100% البرودكسيون ديال سون اتراك سون الغاز اللي كدي منهم 50% اذا و ثاني وعاد كيقول لك طلب الاعتذار ديال لا ديكلاراسيون دو هلال هلال ما قالش لا دوله ما قالش لا كابيني دوله هلال قال لكم كيما نتوما كتقولوا كتامروا بتقرير المصير il paraît qu'il y a un peuple chez vous qui demande l'autodétermination chez vos pieds c'est tout ce qu'il a dit notre zoubaa par contre هذاك الماك وهذيك لا كابيلي لا ريبوبليك كابيل elle a son siège en France comme l'Algérie a le siège du Polisario et de la République Sandalistan en Algérie. Nervez-vous. Et vous, quand vous dites que vous êtes des choses d'aïfa, que vous êtes des tahrouria, et vous êtes des tahrouria, nous sommes des hommes libres, glorieux, et vous êtes des gens qui sont dans l'aïa, vous êtes des gens qui sont dans l'aïa, nous sommes des rebelles, nous sommes libérés, nous n'avons pas le même esprit, nous ne sommes pas des soumis, nous sommes... فين بدنا لك سومي اخويا فين بدنا لك سومي فين انا شتينا امريكان ومحطوطينش كيس كيس سومي سي لوي كي في لا كو بور اشتي دي لي سي لوي كي سو ريفي دي ماتان بور فار لا كو بور افوار 40% دو سون سالير او 20% ولا سي لوي كي لاس لو بوليزاريو توشي 40000 دينار جيسكا 100000 دينار كوم سولدا اي لو سولدا الجيريان توش 20000 دينار السولدا الجزائري ما كيوصلش 3 مليون في الشهر والسولدا والبوليزاريو ياخذ 8 المليون السولدا الجزائري اللي هو عنده لا فيغتي وغوبال اللي كيمشي في الكار يومين هو يمشي في الكار باش يتندور والبوليزاريو يمشي في لافيون ميليتار السولدا الجزائري اللي كيتعالج في المستشفيات حتى يموت وديال البوليزاريو كيتعالج في النعجة وكيمشي يتعالج في المانيا هادي هي سومي حنا سومي حنا عندنا لي كلينيك محلولين عندك لي مو يمشي لي كلينيك يونا بارتو عندك لي زاسيرونس عندك لون فام عندك لا سينيسيس عندك وعندنا الرعايه عندنا الرعايه الصحيه تو تي غراتوي حنا ما نشدوش بوليزاريو امينه حيدر موكا
عندنا طير الليل كتبات عندكم نتوما في زوتال 20 مليون 30 مليون 10 المليون وتخلص ها وجزائري ما لقيش شكاره ديال سميد ولا شكاره ديال الحليب. واش هذوك لي فيديو اللي كيوصلوا داب في لي ريزو سوسيو واش المغاربه اللي دايرينهم اللي كطلبوا تقولوا المغرب داير جنود المخزن يهاجمون الجزائريين عبر التواصل الاجتماعي. نتوما اللي هضرناها كتسبونديو لينا لي كونت شحال الكونت انا تحيدوا ليا. هذا دابا راني دايرو لايف اي اونجستريمون على فوا باش الا حيدو يبقى عندي عشاق وليت كندير هذه يعني ما كيحيدو ليا. شكون اللي كيتعذب دابا في الارض المعذبون في الارض واش المغاربه ولا الجزائريين؟ المغرب ما كيجبش البترول والغاز يبيعو باش يصور الكاميلا. المغرب ولا منتج ولا مصدر الانتاج المحلي كينتجو برا. قول لي عاوتاني كنفخو الروايد ولا كنصاوبو الريولات ديال البسكليتات. اذا انا عطيني غير البلان دي مثلا البلان كانكينال ولا ترينال ولا بينال الجيريان ديال هاد العام هاد السنوات اللي جايين شنو داير الجزائر شنو هو البلان ايكونوميك ديال الجزائر شنو هو البلان اللي عندكم ولا عندكم غير بوليزاريو ولا عندكم غير المغرب كونت لو روا ادوم اون دي لوفرتور دي فرونتيير جو سوي سور انه عافكم ما غاديش تقبلوا انكم غتسبوه وتعايروه الي كوم نو كيحس بينا وكنحسو به وعارفنا شنو كنحسو غير بغا يوري للعالم كامل ان هاد الشعب هذا راه هو داير هكذاك راه ماشي حنا اللي معذبين هو اللي باغي يعذب راسو كيبغيو يتعذبوا يبغيو لا سوفرونس باسكو لوفيرتور دي فرونتيير سي ان دونجي بور لو ريجيم المغاربه كاع ولاو فاهمينها اليوم ان ان فوا الجيريان يدخل المغرب كاع دوك لي ديفاماسيون مونسونجير دوك الدعايات اللي مديوره عليهم على المغرب غادي تحيد ضربه واحده لان الناس اللي كيدخلوا المغرب اليوم الطبقه الثانيه من الجزائر الطبقه اللي عندها لي زافير واللي كتدخل وكتكتم ما كدويش والجاليه اللي ساكنه هنايا وجون كوني بوكو ما يعاودوش على المرخ في الجزائر ضاربين الطم وانا ما كنطيحش من الجزائريين كندوي على لو ريجيم كي ريوسي ا فورماتي لي الجزائريين فهاد لا ان انترمينابل. الالمان على اكرازي لوروب على افاسي لوروب كلشي دابا كيبغي المانيا في اوروبا ما كاينش ديك العداوه كيقولوا لنا تصهينتوا هاد ديما كيعاودوك هاد الموضوع هذا وتصهين دابا حنا لا تصهيننا ولا بسنا اليدين ولا عندنا الحشيش الحشيش بعدا عندكم واحد المتخيلات خرافيه كتحسبوا الحشيش حنا كنعوموا فيه فينا هو الحشيش ارى لي الحشيش فينا هو وري لي الحشيش فيك فين هو الحشيش دابا كتخيل زعما الحشيش راه المغرب راه كيعوم في الحشيش ومتسنى غير الجزائر باش يبيع لها الحشيش مالاد راه اللي كيبغي الحشيش ديال المغرب كيدير ليه عده طرقات ويديه هو ويجي يطلبو بالطلب لانه الي غار حنا راه ما عندناش ماشي غير ضروري نلقى الحشيش غير فين المهم مشيتي تلقى الحشيش كاين مناطق خاصه به وخصو موسم فلاحي وخصو خدمه وخصو رعايه وخصو ما هي وما لونها كاسكو فوز اون تخان دو راكونتي احنا غير كتفيقوا حنا شادين جوان هذاك غير عندكم مخيلات خرافيه في دماغكم خو مخيلات خرافيه راه الحشيش ما يمشيش للجزائر بروميرمون اي لي غار ودوزيامون غالي طريفه صغيره قد هكذا 20 درهم 20 درهم درت 1000 درهم وخلال اكثر من 1000 درهم جزائريه 1000 درهم اصاحبي راه بزاف الجزائري الى وصلات اذا والحشيش كتقولوا خرج على المستقبل وخرج على الشباب انتم بنا لكم حنا غير ضايعين انا جو سوي باسي باغ لا انا جو سوي باسي باغ لا هاش جو سوي باسي افيك مي زامي صحابي راهم دي دكتور وراهم دي انجينيور وراهم دي افوكا وراهم دي بارلمونتير مالو ريبني ها راهم دي زارتيست راهم اون باغاي شنو دار الحشيش تدو خويا عباد الله السموم هما القرقوبي قرقوبي والحقد والكراهيه الجزائريه هما السموم الكبار السموم هو زرع كتقولوا ان المغرب كيقري المغاربه كراهيه الجزائريين واش بدي شي بروغرام انا قريت كراهيه المغرب في الجزائر قريت ان المغاربه خدعوا الامير عبد القادر وقريت ان المغاربه باعوا الخمسه المناضلين لفرنسا والمغرب المطار ما كانش ميتريزي المطار الطياره ماشي ديال المغرب الاجواء مراقبينها فرنسا كلشي مراقبين وعارفين الداخل والخارج عاد غيتسناونا حنا نقول لهم راه بن بلا راه غادي مع صحابو لتونس كون بروني بور كي ها كذبتوا على شعبكم نقول المغرب هجم علينا وانتم هجمتوا على فيكي وكتبتوا راه كاين تيموانياج وقتلتوا 10 ديال الناس ابرياء
وهجمتوا على تندوف وعزمتوا على هاسي البيضاء. هاد الحوايج هادو اللي كتكذبوا قرا كتقراو في البرامج والاخبار ديالكم نتوما نفس الموضوع، جميع المواقع ديالكم في اتجاه سب ومعيور المغرب. وحنا راه شي حاجه قليله اللي كنهضروا على هذا الموضوع هذا، ولا نمثل احد، انا لا امثل النظام ولا امثل المغاربه، انا كنمثل راسي، كنمثل راسي. كتخيلونا راه حنا نعومو في الحشيش وراه حنا نعومو، بالعكس الجزائر خاص كل جزائري يعرفها، الجزائر دولة متخلفة وعندها في مخيلتها أنها قوة إقليمية. ما هي القوة؟ هي يكون عندك اقتصاد متين وما يكونوش عندك الحراقة، ما يحرقوش من عندك ألف واحد في السيمانة، كل سيمانة كتوصل ألف واحد لإسبانيا، وما يكونش عندك 12 مليون مغتربة هاربة من الفقر، من لا ميزير، من لا ديكتاتور، من لوبريسيون، ومن الحباسات، ومن القمع، ومن الجوع، ومن قلة السكن، وقلة الظروف الاجتماعية هاربين. 12 مليون جزائري خارج ديال الجزائرية، و15 مليون جزائري تحت عتبة الفقر، سو لو سي دو لا بوفوتي، 15 مليون دالجيريان. سي با موا كي في لي ستاتيستيك، سي لي زالجيريان كي فون لي ستاتيستيك، اي اوسي دي زورغانيزم انترناسيونو اللي كيديرو ستاتيك. حنا لا قالولنا حتى 40 مليون مغربي فقير. قالوا لكم با دو بروبليم باسكو حنا ما كنقولوش حنا قوة إقليمية، حنا الدق والسكات، ما عندناش ان جينيرال يخطب يدير خطاب ولا يهدد، وما عندناش ان غوا كي بارل كوم ان فوايو وكي يدير نامبورت كوا. نو زافون ان غوا ساج كوم اون ايماج اي ساجيس، لا ساجيس ديالو ولا جونتيس ديالو سي با ان كري دو ديتريس اي ني با اون فابليس. وانتم كتحسبوا المغربي ماروكان سومي، كتشوفوا المغربي مأدب بزاف مربي بزاف، كيقول نعم السي نعم مولاي وكيدير مولاي تبارك الله عليك، وكتقول تحسبونا سومي. It's our style, lifestyle, it's our language, c'est notre langue, c'est notre mode de vie. لي زالجيريان راهم عايشين هنايا معززين مكرمين، شكون كيدوي معاهم؟ شكون اللي كيقول لهم يدوبل عليهم الضريبه ولا يدير لهم شي حاجه؟ حتى انا نقول لك راه عندنا المغاربه هنا من الروك هنا راه 200 بجو كيخدموا عندنا، واش نتوما مخلوعين في راسكم؟ المغاربه يخدموا عندكم، فو زافي بوزوان دو، إل فون دي ميتي كو فو بوفي با فيغ، كون ما كنتوش محتاجين لهم كون ضربتوهم بالكلا ولحتوهم اوغ دو لا فرونتيير، ودايوغ يسون توجور اون ريسك، باسكو لاجيري ني با سيكيريزي با مام بوغ ليغ سيتوايان، اللي يهضر يهبط العكاشة عندكم نتوما الحراش. ان اكسبليكي موا بوكو يا 12 مليون دالجيريان، بوكو يا 6 مليون فرونس بعدا، 6 مليون دالجيريان اون فرونس. ياك لالجيري دولة حرة وغوبال، يسون شي لونسيان كولونيزاتور، شي لونسيان فيولور، كي فيولي لي كغون بارون، لي كغون مارون، لي كغون، فيولي تو الموند، بوكوا؟ علاش ما كتجبدوش فرنسا تعطيكم الاعتذار كلشي؟ المروك، المروك بغا السلم، بغا يحل الحدود، كاينة شي لعبة صهيونية، أنا فهمت اللعبة الصهيونية، اللعبة الصهيونية أنا فهمت واحد القضية على ان لا تحلت الحدود ودخلوا الجزائريين اون ماس، حنا اون با بوزون دارجون الجيريان باسكو لارجون الجيريان ني با كونفيرتيب، ما كيتصرفش الدوله اللي فلوسها ما كتصرفش، تقول لك انا دوله اقليميه. لو كان فلوس كانوا يسواو الدولار وكان يسواو الاورو ويسواو اليان ويسواو السيافا، نقول لك هي تا دوله اقليميه قويه. تا فلوسك ما كيتصرفوش يا صاحبي، وجد تلعب عليا انايا، فلوسك ما كيتصرفوش في العالم، كيتصرفوا كونتروبوند، حتى في وجده ما بقاوش كيقبلوهم. بكري كان لو تروك حولي بتجي، دابا تنحولي مابقاش ياخذوه مالاد. واش حنا راه ولاد الحدود ولا الشريط الحدودي كنعرفو تو سكي سو باس ان الجيري، هما كيعرفو تو سكي سو باس شينو. تو لي فيديو كي نو باغفيان اللي كيجيو من الجزائر راه ماشي مغاربه اللي كيديروهم. لو ماروك نا با بيزوان دو بيغاسيس بور فير لاسبيونا سيغ لي الجيريان باسكو الجيري اي نو عريانا، كلشي كيعاود في الجيري. تو الموند ا باسي لارمي، تو الموند ا في لو سيرفيس ميليتار، اي تو الموند راكونت سو كي سو باس او سان دي ميليتار، او سان دي باز ميليتار، او سان دي كازير. كلشي دوز لارمي، كلشي كيحكي حكايات وحكايات، والكل يعرف حكايات. والمغرب كما قال لكم الملك، كما قال لكم الملوك قبل، عمر الشر يجيكم من المغرب. الا ما جاتكم الجلابه تجيكم كذابه من المغرب، الا مشيتي للغرب تجيب ديما جلابه، ما تجيبش هربه وزرابه. الا مشيتي للجزائر هربه وزرابه وتخربه، هي اللي مشيتي للجزائر. نهضروا الموقع والمعقول، الجزائر المغربي اللي مشي الجزائر والله لا جاب معاه حاجه، يخدم توت سافي والله ما يجيب معاه حاجه، بالرب العظيم ما يبنيش تاكيطون في المغرب. والجزائري اللي خدم في المغرب يقدر يشري لي شاطو في الجزائر في الجزائر.
ولكن ما يرجعش لالجيري باسكو الحدود كي كتحل اول حاجه الخوف ديال الجزائر ديال النظام الجزائري الخوف الكبير ديالو هو لي اغامو لي ريسورتيسون لي ريسورتيسون ماشي لي اغامو سي با لي ريسورتيسون ماروكان لي ريسورتيسون الجيريان ما يبقاوش يدخلوا الجزائر ولو يدخلوا الباسي لي فاكونس ديالهم في المغرب كما وقعت مؤخرا ويرجعوا وكي كيدوزوا لي فاكونس ديالهم في المغرب يفون ديكوفرير لو فري ماروك يكتشفوا المروك الحقيقي ماشي المروك اللي كيعاودوا عليهم في لي سيت الجيريان في لي فيسبوك في لي يوتيوب الجيريان اللي قال لك حنايا كيفرقوا علينا القفه ولا اليهود كيفرقوا علينا القفه كاين دي ليو اللي كانوا الناس شوف الخيريه لو باني كاين في الميريكان شي في الميريكان كيفرقوا لو باني الماكله وكل شيء على لي اس دي اف اللي معنا هذه كاينه بارتو كاع ما تجي تدخلي تقول لي واحد اليهودي كان يفرق اي كاينه القفه كنفرقوا القفه ديال رمضان اي نابورت كال طون هذه كاينه في العالم كاينه في العالم في الميريكان بويسونس مونديال كيفرقوا الماكله على اللي ما عندهمش انا قبل ما ندخل الفقر كاين باكتو انا كنشوف انت اللي كتقول لي روبال والبرود كان فوق لو سيرفو ديالك ما يخليكش ترياجي تي با رياجي ديما دير بين عقلك ان المغرب سي ان دونجي وان المغرب الحشيش ولا حشيش لو كان يدخل عندكم الحشيش توليو بنادم بعدا توليو تفكروا كون تكملوا الحشيش ديال المغرب يلا تولي تريزوني غتكونسونطرا مع راسك باسكو القرقوبي هو اللي هرس الشباب ديالنا هنايا تقول لي الحشيش خرب الشباب ديالنا السم الحشيش راه كيكميوها الاوروبا كامله الامريكان كامله كتكمي الحشيش شوف لي رولينغ ستون شوف بوب مارلي شوف الروينه راه خرج لك العجب بالحشيش ديالو تقول تعاير بيا الحشيش وفينا هو الحشيش غالي عليكم سي ترو شير بو رابور لو لارجون الجيريان كتهضر لي السياحه الجنسيه فهمتك 700000 مره السياحه الجنسيه هذيك لا ليبرتي او ماروك اوبن مايند فو لا بروني بور لو سكس كتدخلوا هنا كيبان لكم دريات زوينات كيتمشاو لابسين سيفيليزي كتحسبهم كاع دي بيت وجي في لي زالجيري يبارلا تو الموند يارسل تو الموند وحتى كيدورو فيهم يكوا كو تو الموند يتوفا تدخل المغرب تلقاه اون بلجيك اون فرونس يا دي فيترين ديال لي بروستيتي لي فيترين محطوطه لا بروستيتيسيون تشوف فيها تدخل عليها كليشي وسان دوني والروينه سير شوف شنو كاين اي سي دي زالجيريان اون بليس وكي كيشدهم كيقولوا من سون ماروكان هادوك اللي كيجيو عندنا حنايا لي توريست كيجيو عندنا سير قلب عليهم منين يجيو فو زافي لي موان دو سافوار كي اس كي فيان او ماروك سو سون لي سيتويان دو لوروب دو ليست اون غراند بارتي دي فواياج اورغانيزي دي فيو اي دي فيي كي جو اكومباني بار سونتان و كياخدو لي زوتيل و كيورغانيزي و مكيديرو ما كاين فينا هو و غير لي فام فينا السياحه الجنسيه لقيتوها السياحه الجنسيه فو زافي اونكوراجي لاغابا السعوديت بوغ انفيستيغ ابو سعاده هوكار تاسيلي باش وقلتوها ما السعوديه ياك السعوديه قلتو الخليج كيجيو الفساد علاش شديتوهم يا قلتو الامارات ناموسه وكيجيو الفساد علاش عطيتهم الموانع دونك عندكم نتوما كل ما هو عندكم حلال حنا عندنا حرام انا جو سي كومون لي بالاشي لو ماروك انا عارف على خاطر علاش لخاطر سي لوكسيجين دو ليكزيستونس دي لا كونتينيتي دي ريجيم ودابا المشكله مشكله ليهم ماشي لينا حنا باسكو حنا عمرنا حبسنا نوتر روت فيغ لو ديفلوبمون فيغ لا كروسونس ايكونوميك نو بارتيسيبون توس تو لي ماروكان بارتيسيبون لا كروسونس ايكونوميك اي بورتون اون ا با لا ماتيير بروميير L'année 2025, l'Algérie n'aura plus de capital. Elle deviendra un pays, un État mondial. Ça commence. Le Bawadir Dial Harabaini. C'est une étude précise et maîtrisée, officielle. Mais chez Hadar Khawia. Parce que l'Algérie a spolié ses réserves. Klet, Dayat Flous, Dayat les réserves en devise, il n'a pas créé le Bédil, la contrepartie. Ou un moyen de subvenir à cette économie à part le gaz et le pétrole qu'elle exporte. Il croit que le gaz et le pétrole est éternel. Bientôt, le plafond, ou l'électrification des routes, des métros, des tramways et des voitures, bientôt le pétrole n'aura plus de valeur. L'énergie solaire, l'énergie de vent, bientôt n'aura plus de valeur. C'est bien le Jazair. Le transport du pétrole, ou l'intégrité, ou les glames nouveaux. Donc, le Maghreb, إلا قال حل الحدود أنا بالقناعة ديالي جو بونس كو سا ماجيستي
savaient déjà la réponse. Mais il les a mis devant le mur. باش العالم كله يشوفهم على هذوك الناس باغيين لا سيتياسيون تبقى هكذا، تبقى الكراهيه والعداوه والحروب pour permettre aux puissances extérieures de d'intervenir. Ce qui est le plus menacé, c'est l'Algérie, c'est pas le Maroc. حنا نعيشوا مع اي واحد، جاوا لي زالمون نعيشوا معاهم، جاوا لي زونغلي نعيشوا معاهم، جاوا نردوهم مغاربه. اما اللي دخلوا لالجيري سي فوتي، قسموا لالجيري توارق ليه، الزواد ليه. ديجا لالجيري باش تبين لك العداوه ديالها مازال ما كاين لا تقرير مصير لا والو، دارت الحدود مع دولة جمهورية صندلستان في تندوف، دولة تندوفية. والشعب ديالها كيشوف فيك يقول لك نتايا، ولا نتفاهمو على بدون ذكر الصحراء. راه لو بروبليم سي توجور ايتي لو تيريتوار، لا كار دي سار سيتي لو تيريتوار. اجوردي لالجيري ا بيردي لا ديريكسيون، ما عرفتش ما تقول شعبها، خصها ان في ديفير باش تسكت الشعب ديالها. يا تالمون دو بروبليم اون الجيري، الاكسجين، كورونا، الناس كاع كتهضر على الكوفيد، الناس كاع كتهضر على تلقيع الفاكسان. الجيري ما تسمعش الاخبار الهضره على الفاكسان، تسمع اخبار على قصفات القوات البسيله للبوليزاريو، الموقع المخزن 438، الموقع 300، البلاغ 258. هذه الاخبار الدوليه. والاخبار الوطنيه عندهم زار طبون بالطوش، وزار بالطوش طبون، وطبون زار بالطوش، بالطوش زار طبون، تينيس ورايح ده. وهذا اللي مات مع سميتو، حتى هو قال لك راه مات، مشى قدم ليه التعازي. ونهار اللي الملك دار الخطاب ديالو ديال لا ريكونسيلياسيون، مشى استقبل السفير 40 عام هو بارك يالله، استقبلوا نهار الخطاب لتقديم ورق الاعتماد. واش هادو كتعامل معاهم كي سوبيرميت باش يحسبوا راسهم سوبيريور، كيقولوا نو سوم سوبيريور او ماروكان، بس سوبيريور. ولي زاميريكان ما كيقولوش المغاربه نو سوم سوبيريور افو. لي فيتناميان اللي تقاتلوا مع اللي عقدوا لاميريك وخرج شحال فيهم، ها رومبو 1 رومبو 2 ها رومبو 3 ها ارنولد ها بريسلي ها شيكس سميتو شاك نوريس ها الروينه الكحله النايضه. والفيتنامي ما يقولكش نو سوم سوبيريور او ماروكان. ولي غوس كيجيو كيحترموها، الا الجزائري كيقولك حنا احسن من المروك. اب وحده ما كاينش شي واحد اخر يتناقش معاك في هذا الموضوع، على انه ديك العقليه ما يعرفوش انه واقيلا غير هذيك لا ملتي كولتور ولا ديفيرسيتي ديسبري ولا اسبري يونيفرسال. يفكر يقول لك اودي الانسان كاع بحال بحال. ايماجين اول ذا بيبل ليفين اول ذا وير از وان ان ذا وورلد از وان ديال جون لينن. ايماجين ذير از نو باسبورت نو فرونتايرز. الجزائري لا كيفكر يقول لك انا جزائري جو سوي انا احسن واحد في العالم، احسن من الماني احسن، ولكن المروكي احسن من المروكي، المروكي عبد. لامبير دو جابون راه كيركعو كيديرو وكيعبدو بودا. سير قول لهم اش كتعبدو بودا، باز القبص، ولا قول الهنود بويسونس اندستريال بويسونس اتوميك، قول لهم علاش كتعبدو الطوبا والبقرا. راه شوف راه سي سا فوتخ بروبلام فو لي الجيريان، فو فو ميلي دي زافيغ دي زوطخ. وكتقولوا حنا قوة إقليمية، مشينا معكم في الخط، وتساندوا الشعوب الضعيفة، مشينا معكم في الخط. كتقولوا أنتوما فلوسكم كتخسروهم على الفقراء، مشينا معكم في الخط. وريو ليا شي إنجاز ديال شي دولة جاها فيضان أو زلزال، أو حتى دابا الدول الفقيرة اللي هي فيكتيم ديال الجفاف. وريو ليا واش بنيتو شي مستشفى، شي طريق، شي قنطرة، ولا غير شي مسجد. المساجد في افريقيا كلها بناوها المغاربه، ونص المستشفيات الميدانيه والدائمه بيرمانونت بناوها المغاربه، نص الطرقات بناوها المغاربه، هذه بشهاده الافارقه. وبورتو الماروك نو دي ريان. المغرب شحال عندهم ماكا في افريك، وريني غير بنكه وحده، وريني غير اجونس وحده، اجونس دو شونج وحده في الجيريان في لابو. حنا عندنا في المغرب هنا بنكة حدا بنكة حدا بنكة حدا بنكة حدا بنكة، جميع البنوك تلقاهم في شارع واحد، والشارع اللي ورا تلقاو جميع البنوك، يا با ان بولفار ويا با توت لي بنك. في لافريك عامرة بلي بنك ماروكان، لي زاجونس دو بنك، لي زاجونس دو شونج ماروكان، لي زاجونس دو فواياج ماروكان،
لي بروموتور ماروكان وساكتين ما كنقولوش قوه اقليميه وان بليس ما كندخلوه بالخير ندخلوا البني وندبروا على راسنا وندبروا عليهم غانيون غانيون اون انفيستي اون افريك بور غاني في با دو لا شاريتي مي اوسي غان سي سا لاسبري دي ماروكان دي بارتنير ا بينيفيس اي كو فون الجيري يفرقوا لي كلاشينكوف لي سيمينوف لي دوشكات لي هاون ها لي بلاندي لي لونس ميسيل هادشي اللي كاين هادشي اللي كيديروا شنو داروا ليبيا نهض الروينة في ليبيا واش دخلوا في كوداك الصداع واش دخلوا الماكله والمساعدات الطبيه وداروا شي حاجه دخلوا حتى شي سبيطار ليبيا كيف كيقول لك ليبيا في الحدود شنو داروا تونس مشاو عطاو شويه ديال الاكسجين بقاو بلا اكسجين هما ولا بقى عندهم غير الغاز كربونيك شنو داروا شنو داروا فلسطين كيقول لك ظالمه او مظلومه شكون كيهضر هكذا ظالمه او مظلومه شنو هاد التخربيق هذا ديال ظالمه او مظلومه انا مع فلسطين ظالمه او مظلومه كاش كنتي راكونت انت تقدر تظلم فلسطين تقدر تظلم اسرائيل حنا كتعيرونا بالتطبيع بوتفليقه هنا كيجري ورا بارك وقال له وقتاش ما بغيتيني انا موجود باقي التسجيل ديالو يلا الجزائر قولها تنسحب دابا من الاتحاد الافريقي اللي دخلت ليها بوليزاريو وهذاك الاتحاد الافريقي بيني وبينكم اللي دخل فيه بوليزاريو باش ينفع بوليزاريو كلاو الباكيه بروفيتاو قراو ولادهم دوك الرؤساء وخلاو الباكيه وبناو القصوره وداروا لاباس وبوليزاريو باقي ما داش حتى شبر لهو ولا الجيري اي لو بوليزاريو سا نيكزيست با سي الجيري الجيري سي لو بوليزاريو اي لو بوليزاريو سي الجيري لو بوليزاريو سي الجيري اي الجيري سي لو بوليزاريو كومبريني ولا الجيري كتعطي رشوة باش يحميكو عليها في هذا الملف عمر مشات شي منظمة إنسانية وقلبت وسط المخيمات ديال الحمادة والرابوني خد الرشوة كلشي كيمشي بالفلوس جورناليست سون فرونتيير روبورتير سون فرونتيير كياخدو الرشوة فرونس 24 تاخد الرشوة يومن رايت واتش كتاخد لونجي كتاخد الرشوة كلشي كياخدو الرشوة دي سينا أمريكا ألمان أونجلي كلشي كياخدو الرشوة كل من سكت على الملف الصحراء ولم يعري على حتى لو دوسي ديال 250 ميل اساسيني ديسباريو اون الجيري ما كيتجبدوش تعطاو عليهم فلوس صحاح لان سي تان جينوسيد القتل الجماعي وراهم ليبر نزار وتوفيق راهم ليبر داكور وهاد البريزيدون اللي جابو الى باسي 30 و 20 افيك بوتفليقه سي با كالكان دو نوفو جابوه تما ما عندو ني كاريزما ني لونغاج ني فوكابيلار ني ديال البريزيدون دابا ما جاوش المغرب ما جاوش الملك ومي طلق الصحافه ديال العسكر ومن بعد غادي يجي شي تصريح ولا شي لعيبه ويقول لك الاعتداء ولا كتدخلوا لنا الحشيش والحشيش لقيناه حنا راه ما نخليوش الحشيش يدخل حتى نكميو حنا نشبعوا منه حنا ما كاينش ما عندناش الحشيش فين هو الحشيش فين هو فين هو الحشيش فضحتونا بعد الحشيش يحسبونا راه حنا نعوموا في الحشيش بلاصه الربيع نمشيو نربطوا حشيش انت قاعد مع راسك اما اسرائيل وعاش في اسرائيل ضد فيكم لان اسرائيل فيها 3 مليون ديال المغاربه واسرائيل اسرائيل ما احتاجاش المغرب الا بغات تضرب الجزائر ومعناها ما تضرب في الجزائر ما تضرب تضرب تبون ولا شي نقريحه سون ديجا مور دي كادافر موبيل دي زومبي اش غتضرب فيهم لمن غتضرب نزار راه عنده قريبه 90 عام ولا توفيق 90 عام ولا 85 عام وهامون راه مات الاخر مات مولا 90 عام علاش تخربيق هذا ما تضربش اش اش هاد بيغاسوس ولا هاد الموساد غتعرف مين ولاو الجزائريين يجيبوا واحد يقول لهم المغرب مسيروا الموساد وما كرهناش يسيرنا الموساد يفضي علينا من هاد المشاكل كامله على الموساد نتوما خريفات كتامنوا بهم حنا تسيرنا الموساد اشاك فوا كل ماروك غيسي ان اكسبلوا او نيفو كيبان كتبغيو تبخسوا لي زعما راه الموساد حنا كرهنا الموساد ولا سي ا ولا اف بي اي حتى الكي جي بي تجي تسيرنا سي ان غون تونور بوغ نو تقاد لنا البلاد دابا هاد التطبيع اللي كتهضروا عليه اسرائيل حنا ما دار لنا وبينها الخير والاحسان ما دارت لنا والو درنا اخطاء مشينا حاربناها كان علينا نطبعوا مع هذه 50 عام فمصر عاقت داروا لاكورد كامب ديفيد اللي قتلوا الايرانيين دار لاكور ريكيبير الصحراء ديالو كون ما دارش لاكور والله لا ريكيبير دابا والله دابا كون راه مبرزط في شرم الشيخ وراه ما كاين والو لا ما كاينش هادشي ما خدامش فهمتي الجولان راه تباعت راه فلوس تلاحت البشار في سويسرا هي باش مون سويسرا جابوا لك لا بروف ان حافظ الاسد باع الجولان باع حابل الفلوس وفلوسو تحطو في لا سويس سير شوف لي رابور ديال بهذوك الفلوس هو باش مسير البلاد باش هاز راسو ولدو وداخله عنده لا روسي
لالجيريا لي اوكيبي با لا روسي، ولا روسي كتسنى غير الحرب باش تستعمر الجزائر بحال اللي كاين في سوريا غديروا في الجزائر، لا ميم شوز. ولي زاميريكا عارفين هذا الشيء، ولي زاميريكا ناعسين حاضرين غير المروك. شوفوا شنو داير بهم تماك، الخطر اللي داير بهم. ياك هما مسلمين بوركو يزاكسبت الدوله الجيوعيه تسيرهم، بوركو يزاكسبت لو كومينيزم. لو كومينيزم اللي حاربوا به المغرب بوندون 45 عام ما نجحش ليهم. هنا اسرائيل عندنا 3 مليون يهودي مغربي. السفير ديال تيل ابيب في نيويورك من بالجاي نسدو عليهم اللي في الفرونتيير، لا خويا يدخلوا ومرحبا بهم عندنا. اسيدي يقولوا لنا مصهينين، نتوما كتعينونا باللي كاين واللي ما كايناش. حنا ما كنعيروكمش، حنا كنقول لكم داكشي اللي فيكم. لو ميراكل ديال 21 سيكل ولا 20 و 19 سيكل ولا ليكسبلوا ديال هاد لي 60 ديرني اني، سي كون ا ديكوفير كان غوفرنمون كان ريجيم الا كري ان اكسبلوا دافوار فورماتي توت ان بوبل فورماتاو لي زارجيريان كي ما كيبغيو. زعما لا بريس ديالهم عندها واحد لو بوفوار دانفليونس فريمون انكرويابل، ما تقدرش تناقش مع جزائري الا ما سبكش ما يعيركش. باركونت المغربي كتلقاه كيهضر معاك بالاداب والصوب ما يسبك ما يعيرك، وتبقى تبروفوكي فيه وعاده ربما يجيب لك شي حاجه. الجزائري عمرو قلب في التاريخ ديالو 445 عام، 445 عام، 315 ل 47 عام، 315 عام مع الدوله العثمانيه اللي خلات ليه النش، خلات ليه الارض قاحله، ولا فرنسا اللي دوزت 132 عام وبنات ليه الجزائر، صوبتها ليه وعطاتها ليه كلي اون مان، ولكن الى مال كوندوي لو بي طيحها في لو كوخ. نورمالمون لالجيري كيخرج لا فرنسا خصها تسويفي ليتينيغاغ ديال لا فرنسا تولي دولا ديفلوبي، تركب في التران ديفلوبمون تنسى عليها المروك لو مي ديغيان، باسكو لالجيري عتي دوني كلي على ما ابارتمون هوست انديك مصاوبه او فواتور، ولكن عطاوها موفي شوفور دخلها في حيط ولا كلكا كينا جامي كوندوي. واش نتا كتعطي واحد البلاد كدا ديك القيمه تعطيها لبومدين؟ شو كي داير؟ وجاي مشات فورماطا في الازهر شويه ديال الديانه باش يدوميني المسلمين والشيوعيه اللي كاينه والعقليه الناصريه ديال الصمود العربي وخرجوا على العرب كاملين. وحاضين الملك الا كيتقرب من اوروبا، وحاضين الملك وعده محاولات انقلابات عده. راه انا جو في با مو تاغ هاد الهضره كنعاود ليها ديما، لان كاين دي ماروكان اللي مازال ما فهموش، ما بغاش يستوعب هاد القضيه ان مشاكل المغرب والمشاكل اللي كانت عندنا سوسيو ايكونوميك الاجتماعيه جايه من الجزائر. حياتنا كلها احنا مسبلينها باش ندافعوا على بلادنا ونشريو السلاح باش ندافعوا على بلادنا، الا الجزائر هي اللي كانت كتهاجمنا ماشي كتهددنا، كتهاجمنا. كاين فرق بين التهديد وبين الهجوم، وكاين فرق بين الهجوم والدفاع عن النفس. المغرب ديما كان في وضعيه الدفاع عن النفس، ديما اون بوزيسيون دو ديفونس. اي لاجيري سي توجور لاجيري كي اتاك لو ماروك، اي نا با ريسي ا بيرسي لو ماروك، ما دارش ثقبه منين تدوز. واليوم كيقول لك ندخلوا لهم الحشيش، حقا راهم مطبعين وجابوا لنا بني صهيون. كيفاش بني صهيون؟ بني صهيون كيبغاو العالم ديال ايران دخلوا ليه في قلب ايران وصفوها ليه، يعقلوا عليك؟ يبغيو شي واحد راه يصفوا كاع ما يعقلوا عليك، تسناو المغرب. وشكون هي الجزائر اللي تفيلها 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 اسرائيل؟ شنو هي؟ اش فيها؟ بترول وغاز راه ديال فرنسا وديال اسبانيا وديال بلجيكا ديال فرنسا ديال المانيا. شكون هي هذه اللي غتجي؟ علاش غتجي هاد اسرائيل للجزائر؟ انا بغيت نعرف علاش اش غتجي دير فيها، وحنا اش غادي نديرو بالجزائر يا عثمان؟ حنا كنا كنشوفو في لي فامي نسوبيه ونخوال وانتوما حسيتو بحال المغاربه يدخلوا يخدموا عندنا. اش يديروا يخدموا؟ الدينار ديالكم ما كيتصرفش والخدمه ما عندكمش. الجزائر مساكن كيباتوا في الزناقي، لي جون مشاو كينتحروا، لو طو دو سويسيد طال واحد النيفو ما كيتصورش. واش غنديو من عندكم؟ نهار كامل نتوما تعيروا الملك سي محمد مراتو ولادو، حنا كتعيرونا حنا لي زاكتيفيست في فيسبوك كتسبوا بالمعيون. فو بوفي با ديسكوتي، فو بوفي ارغيمونتي، ما تقدرش تفسر لي كيفاش طبوا نوصل للبوفوار وكيحكم فيكم وكيفاش علاش البرود كان ما تحيدوش من دماغكم. البرود كان ديال العسكر واقف لكم في دماغكم، علاش ما تتحروش؟ خليونا حنا سيدي نبوسوا اليدين. نتوما كيما كتقولوا احرار، ورونا احرار اللي نعرفوا حر، ماشي يدخل لفرنسا يعايرني من فرنسا. فرنسا اللي استعمرته 132 عام وعايش بالهيبات بلي زاغ سوسيو، باش عايشين جزائريين في اوروبا الشوماج ولي زاد سوسيو تا الخدمه ما كيخدموش لابي. هادوك اللي كيعايرونا ماشي كلشي ولكن ان غوند بارتي فيهم، لي غار اللي ما كيبانوش هما اللي محترمين المغرب لا هنا ولا ليه. اذا هذا هو اللي بغيت نقول لكم، جاوبت هادوك اللي دخلوا في الطاله وبداو يسبوا ويعايروا، دوزوا هذا الميساج و لا جونتيس، لا جونتيس اي لا ساجيس.
La gentillesse et la sagesse, c'est pas une faiblesse. On prétend pas ce qu'on n'est pas. On ne joue pas le lion quand on est le rat. Regardez-vous sur un miroir, vivant en soi, vous allez le savoir, en blanc et noir. On ne prétend pas être le plus fort, mais on ne l'est pas dans notre tort. C'est pas vous qui allez régler notre sort. On n'a jamais eu peur de la mort. Laissez-nous tels que nous sommes. Oh, qu'êtes-vous de tout ensemble? Vous prenez la mauvaise route. Vous croyez le Maroc et casse-croûte. On rigole dans les années justes et les années folles. Je vous laisse réfléchir, je vous laisse vous repentir. La sagesse et la gentillesse n'est pas une faiblesse. Je vous quitte. Alain, vive tous ceux qui comprennent la réalité, vive tous ceux qui aiment la vérité, et vive tous ceux qui sont objectifs, qui n'ont peur de rien. Adouma Nassim Rayomane. Je vous salue. وما كان لا معيور لا والو، نهضروا نورمال، واللي بغى يعير انا عارفهم شنو هو يعيروا، افيك غران بليزير. حنا شوف، حنا غادي معكم مسالي قبي يوميا ثلاثة أربعة لي فيديو بور سونسيبيليزي لي ماروكان، ونقول لهم ما تسبوا ما تعيروا، عطيو ليماج تاع الكالي. واللي بغى يعرف المغرب يدخل لجوجل بلا ما يجي ليه يقلب على المغرب يعرف المغرب كي داير، لأن لا قلنا لك تجيو تشوفوا المغرب تحسبونا كنحزروكم. المغرب ديال 88 دي جزائريين دخلوا ليه وتفاجؤوا وشراو كل شيء ودخلوا الجزائر وداروا واحد انتفاضه كبيره في وهران. ايزون ساكاجي اورون رونوها تما كدات العبره الجزائر بقات تقلب على السباق حتى تسد الحدود وسدتها. جو فو سالي، ولكن الايام غادي تبين لكم. جو فو سالي، كنشكركم على المتابعه، وهذا الشيء راه ديما غادي يكون. ردوا البال ديما ندير لي فيديو مال لايف، وهذا هو الموضوع، هذا هو لو كونسيبت. لان واحد الحرب راه مفروضه علينا من الجزائر، حرب مفروضه علينا، كاينه حرب سياحيه، حرب ثقافيه. تصور واحد القضيه، تصور واحد القضيه، كلشي اللي هو زوين ديال المغرب داوه، وكيقول لك ديالنا، التاريخ ديالنا كيخونوه كيديوه. كيقول طارق بن زياد مغربي، كيقول لك بنو بطوطه مغربي، بنو خلدون مغربي، ابراهيمي بيتو جزائري. بنو بطوطه شو الحقيقه كتخرج انستنكتيفمون، هي فعلا بنو بطوطه مغربي وطارق بن زياد، ولكن هما كيقولوا جزائري. سيف دو يزان جزائري، سوي سميتو سيف دو يزان، حسن جودي الله يرحمه. دابا اي حاجه تصور مشاو لي فران ميكاني قال لك جزائري، الناس غيوان ديال الجزائر، العبيده ترما ديال الجزائر، حميد الزهير ديال الجزائر، النكافات، العماريه، كاع التراث ديالنا كيديوه بالعلالي ولا هضرتي يسبوك، شبعوا فيك سبان. ما فهمتش انايا هاد القضيه هادي، وانا كنعرف نعرف التراث ديال الجزائر، ونعرف كيفاش كانوا يديروا العراسات، ونعرف كيفاش كانوا يطيبوا، كيفاش الطبخ ديالهم، ونعرف باللي ما كانوش يديروا كاع اتاي، وما عندهمش اتاي، وما عندهمش البراد كاع اصلا. تبداو يدخلوا المغرب اش كانوا يعرفوا البراد؟ والله البراد ما كانوا يعرفوه بالله، كاينش البراد. عندهم القهوه، هما عندهم القهوه، قهوه الصباح وعشيه، وبراد واتاي من ولا عرفوا المغرب، ولا يشربوا اتاي من العيد للعيد، العيد للعيد. دونك عندهم تقاليدهم، حنا ما كنعيبوش في تقاليدهم، ولكن التقاليد اللي كاين عندهم دابا كلهم خداوها من عند المغرب. اعراس، المناسبات، داكشي اللي في المغرب دخلتي مارياج الجيريان تدخل عندو مارياج ماروكان، ولكن تلقى التيتر ديالو مارياج الجيريان. بنو بطوطه ولا بنو زيدون، بنو خلدون. تبارك الله عليكم، جو فو سالي، وراكم عارفين نتوما توتو لا غون سوار.